من العزلة إلى العجز، إيمانويل ماكرون قد يتقاعد في 45. لم يسبق لرئيس جمهورية فرنسي أن فقد ثقة كل ناخبيه. لم يسبق لرئيس جمهورية فرنسي أن عجز عن رؤية أزمة ديمقراطية. من يقرأ الصحف الفرنسية ويتابع نقاشات الفرنسية إذاعية وتلفزية وعنكبوتية يفهم أن شعار أنا رئيس الجميع خلال حملته للولاية الثانية تحول إلى أنا ضد الجميع. من لم يغضب بعد من ماكرون؟ الفرنسيون فعلوا، الأوروبيون فعلوا، الأمريكيون فعلوا، الأفارقة فعلوا، والمسلمون فعلوا. الرئيس الملك يسير إلى الأمام، صح، لكن بمفرده. تذكر أن الفرنسيين أعدموا ملكهم. ستظل هذه الجملة تاريخية للرئيس السابق فرانسوا أولاند موجهة إلى خلفه. من دروس السلطة ذكر رئيس الولاية الوحيدة وزير اقتصاده السابق بقصة الملك لويس السادس عشر الذي أعدم بالمقصلة خلال الثورة الفرنسية، وأعدمت بعده زوجته ماري أنتوانيت أيضا بالمقصلة. في بلد الملوك القتلى توحد الشعب في لون سترة واحدة رفضا لإصلاح نظام التقاعد، بيد أن الرئيس لم يفهم ولم يتراجع. خارجه سعى الرئيس للنأي بنفسه عن أمريكا في أزمة الصين تايوان، كما فعل الجنرال شارل دوغول في زمنه، في مقارنة قد لا تصح في نظر الجمهوريين وإن كانت واردة. كل هذا التخبط وكل هذه الارتجالية مع الأصدقاء قبل الأعداء، حتى ضاعت تماماً بوصلة سياسة فرنسا الخارجية. بعضهم يقول إنها أوهام عودة قوة فرنسا الإمبراطورية، محاولة لإحياء عقيدة دوغول بشكل كاريكاتوري. بعضهم يقول إنه جنون عظمة، وبينهما محاولة لإعادة عهد الوصاية الاستعمارية بمسميات جديدة. المتابع لخطوات وقرارات إيمانويل ماكرون قد يستوعب هوس الرجل بالتخلص من صورة المصرفي ورجل الأعمال التي رافقته لسنوات، والبرهنة على أنه وريث تاريخ فرنسي هو له سردية وطنية. بحثاً عن عظمة مفقودة، امتلكت الرئاسة الفرنسية خلية دبلوماسية أشبه بوزارة خارجية موازية، دخلت في صراع مع وزارة الخارجية وأغضبت حكومات أجنبية وبعثات دبلوماسية بباريس. لو كان التلميذ نجيباً لاهتدى بقول أستاذه: العظمة طريق يؤدي إلى المجهول. فرنسا ليست صغيرة لكي لا تفكر عالمياً، وليست كبيرة لكي تتوهم أن بإمكانها أن تؤثر في الأحداث العالمية. كثير من سياسي فرنسا لهم الجرأة في التفكير في بلدهم على هذا النحو، كدولة عادية دون أوهام العظمة. أما رئيسها إيمانويل ماكرون فلا زال ينظر لفرنسا الشمس، حيث الأسياد يحكمون العامة لا يتساوون معهم، وحيث الحضارة الفرنسية أفضل من الحضارات الأخرى لا تتساوى معها. التاريخ لم يعد ملاذا ضد العالم، حكمة قد يفهمها عقل الرئيس متأخرا حين يتقاعد في 45 في سقوط أخير.